الخير يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل بسكوت العيد، هنعمله بالبرتقال وبالشوكولاته. قدرنا كلها سهله، ما فيهاش اي حاجه صعبه، وهقولك على التريكات اللي ما تخلوش يسيح منك. تعالوا بقى نقول الخطوات اللي احنا هنعملها ايه. انا شغاله بمقدارين، مقدارين دول حجمهم 6 كوبايات، 6 كوبايات الا ربع، لان في ربع كاكاو، في مقدار 3 كوبايات ساده، ومقدار التاني 3 كوبايات الا ربع دقيق، وعليهم الربع كاكاو. تمام كده، علشان يبقى المقادير مظبوطه معايا. معايا هنا زبده 225 جرام لكل مقدار، 3 بيضات لكل مقدار، 180 جرام سكر اللي هو بحجم كوبايه وحوالي ربع سكر بودره، معايا معلقتين فانيليا، ومعايا معلقتين بيكنج باودر صغيرين، ومعايا طبعا روح البرتقال. ده اللي انا هعمله بالبرتقال. يبقى انا كده المقادير معايا كده مظبوطه، امشي بمقاديري مظبوطه، ما اقللش وما كترش عشان البسكوت ما يبص مني. انا دلوقتي همسك الزبده واحط عليها السكر، هضربهم لغايه ما اخلي اللون فاتح جدا. دي اهم حاجه، ان احنا نضرب السكر بالزبده ونخلي اللون فاتح قوي، نشتغل في مقدار مقدار. تمام، وزي ما اتفقنا لما هنيجي في التسوية التست بتاعها، نعمل وحدتين او 3 وحدات ونخش نجربهم، وهقولك على التركية اللي جاية اللي ما تخليش البسكوت يفرش ويسيح منك في الفرن. انا ضربتهم اهو، يعني المقدار اهو اتعمل معايا. هحط بقى البيض بيضة بيضة كده، وابتدي ادخلها جوه الزبدة والسكر كويس قوي. بصوا خلاص انا كده حطيت ال3 بيضات، احط عليهم بقى دلوقتي الفانيليا، واحط عليهم روح البرتقال. هي معلقه فانيليا كده صغيره او معلقه ونص عشان ريحه البرتقال. الفانيليا السايله يعني اقوى شويه من ريحه الفانيليا التانية. واديني حطيت اهو روح البرتقال، بتخلي فعلا ريحه البسكوت برتقال خالص. بصوا اضربوا كده، تخلوا المكونات مجرد ما تخش في بعضها خلاص نطفي بقى. يبقى دور خلاص المضرب معانا كده انتهى، ونبتدي نحط الدقيق واحدة واحدة كده ونقلبه جوه المكونات. هتلاقوها شوية طرية قوي وملزقة، هي رش دقيق هتتحط عليها بس، مش هحط اكتر من رش دقيق. محدش يكتر يقول دي ملزقة دي متاع، لا هي لازم تبقى بالشكل دوت. هي رش دي واحدة اللي هنحطها، وزي ما اتفقنا نبقى مخلين جنبنا في اي حاجة بنعملها نص كوباية دقيق، نخليها على جنب علشان لو احتاجنا دقيق نزود. دلوقتي هو ابتدي احط بقى الدقيق كده واحدة واحدة، واقلبه على المكونات دي علشان اعمل معايا الخليط اللي هو بالبرتقال، البسكوت بالبرتقال. بصوا خلوا ايديكوا كده من الجناب لفوق لتحت لغايه ما تلموا المكونات بالراحه جوه الخليط اللي احنا عملناه بالزبده والسكر والبيض والفانيليا وروح البرتقال. والدقيق طبعا عليه رشه ملح، وهحط دلوقتي اهو البيكنج باودر. كده يبقى انا كده الخليط جاهز معايا وتمام. انا ما رضيتش اقطع في الفيديو ولا اوريكم الخطوه بسرعه، انا عايزاكم تشوفوا الملمس وتشوفوا الشكل عامل ازاي، عشان وانتوا بتعملوه ما تبقوش قلقانين ان هي لا ده ملزق ده باظ مننا ده لسه عايز دقيق تاني، فانتوا علشان تشوفوا الملمس عامل ازاي. بصوا اهو انا خلصته وحطيت عليه رشه الدقيق اللي انا قلت لكم عليها، وهبتدي بقى دلوقتي هعمل فيه ايه، هدخله التلاجة. لازم يدخل التلاجة علشان الزبدة سخنت معايا بما فيه الكفاية، اتضربت وساحت وحصل لها حاجات كتيرة قوي. فانا هدخله التلاجة لمدة 10 دقايق، نفس اللي عملته في بسكوت بالبرتقال هعمله في البسكوت بالشوكولاتة. هبتدي ان انا اضرب الزبدة وافكها من بعضها، واضيف لها السكر واضيف لها البيض،
واضيف لها الفانيليا، مش هنبقى محتاجين نحط عليها حاجة تاني، هي الفانيليا كفاية، هتظبط الدنيا مع الكاكاو. وهكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف، هكتبها لكم بالكوباية وهكتبها لكم بالجرام. طبعا اللي بيوزن بالجرام عنده الميزان الصغير، هيسهل لكم الدنيا. هاتوا يا جماعة، ده مفيد قوي وبجد هيساعدكم في حاجات كتيرة في البيت. انا فتحت الخليط اهو، وهضيف له البيضتين، بيضة بيضة كده، 3 بيضات معلش. اهم حاجة ان انتوا توصلوا للخليط ان هو اللي يبقى اللون دوت. انا حطيت اهو الفانيليا، وهقلبها على الدقيق بالكاكاو كده تقليبة كويسة عشان ندخل كل المكونات كده في بعضها. وبعد كده انزلها بقى على برضك الخليط دوت، واقلبه تقليبة كويسة، وهدخله التلاجة مش اقل من حوالي 10 دقايق. بصوا، ودوت برضك حطيت له رشه دقيق، عايزه بدل رشه دقيق تضيفي رشه كاكاو ان هو يبقى شوكولاته قوي، عادي ما فيش مشكله هينفع، بس هي رشه واحده بس، ويعني حبه صغيرين بمقدار معلقه تقريبا، معلقه دقيق. هدخلها برضو التلاجة لمدة 10 دقايق وهسيبها. دلوقتي انا جبت كيس الحلواني دوت، والبلبلة اللي معايا ديت هي مقاس 26. ما عندكيش الكيس الحلواني دوت والقمع اللي انا جايباه دوت، بس ده اسهل حاجة وهتنجز معاكي وانتي بتعملي البسكوت. ممكن نستبدلها، نجيب الاقماع اللي هي البلاستيك ديت، هي رخيصة قوي، بتبتدي تحطي فيها العجينة حتة حتة وتضغطي بايدك وتنزلي البسكوت. يعني اللي مش متاح ان هو يجيب الكيس او مفيش مكان جنبيه بيبيعه وبيبيع الاقماع ديت، ممكن احنا نجيب اللي هو القمع البلاستيك دوت ونشتغل بيه، مفيهوش اي مشكلة، وهيطلع لك نفس الشكل برضك واحلى. بصوا، انا ظبطت كيس الحلواني اهو على قد الفتحه بتاعه القمح، على ما نوسعهاش قوي علشان القمح ما يزحلقش مننا قوي، وفي نفس الوقت ما خليش القماش واصل لغايه السنون المشرشره دي علشان ما يبوظ ليش شكل البسكوته خالص. وبنحط كميه صغيره كميه صغيره عشان اقدر ايه اضغط. بصوا، وبنفس القوة اللي انت بتضغطي بيها في الاول تضغطي بيها في الاخر، يعني تخليكي متحكمة كده ان كل بسكوتة تطلع قد التانية بالظبط في السمك طبعا وفي الطول. هكمل انا بقى بقية الصاج، هنكمل بقى الصاج مع بعض كده. وبعد ما هخلصه هدخله برضو كالصاج التلاجة لمدة حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، علشان انا ما بشتغلش في جو بارد، انا بشتغل في درجة حرارة، الجو حر الايام دي، فيستحسن ان احنا بعد ما نعمل كل صاج بسكوت ندخله في التلاجة. انا دلوقتي هبتدي في صاج تاني بكيس الحلواني تاني، هعمل الجزء اللي هو الشوكولاتة زي ما اتفقنا. كل صاج هنعمله ندخله التلاجة لمدة 10 دقايق، يخرج يدخل الفرن على طول. بصوا الشكل ده برضو سهل، بالقمع اللي هو بتاع الكريم شانتيه. يعني قلت اعمل كذا بسكوت يعني بشكل مختلف علشان الطبق يبقى فيه كذا شكل مختلف للبسكوت. بس زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شكلهم حلو ازاي. عملت جزء بالشوكولاتة اهو بشكل مختلف، هدخله برضو في التلاجة لمدة 10 دقايق. الصاج اللي بدخله الاول 10 دقايق بخرجه احطه في الفرن، وادخل التاني بديله. بسكوت يا بنات اهو خرج من الفرن، شكله جميل وطعمه احلى وريحته قلب الدنيا، يا رب تجربوه. بصوا طراوته وحلاوته ازاي، طري وجميل وناعم جدا.
جربوا البسكوت بالطريقة دي هيعجبكم جدا، ومقاديرها هنا كمان مظبوطة بالجرامات وبالكوباية. بصوا ده البسكوت عملته بكيس الحلواني، فطلع اللي هو كان فيه بالبرتقال، فطلع في الشوكولاتة جزء بالبرتقال وجزء بالشوكولاتة. لو عجبتكم بقى الطريقة مش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة. بحبكم، باي باي، كل سنة وانتم طيبين.